عميد يعرب مرحبا بك. نتنياهو يقوم بالضاحية الجنوبية ما قام في قطاع غزة، البعض يصف ما يجري بأنها سياسة أرض محروقة. مساء الخير أستاذ حسين، مساء النور. مساء الخير دكتور فياض. طبعا قلناها وكررناها، الضاحية الجنوبية تمثل المعقل الأول والأساسي لحزب الله، وسميناها أنها عاصمة وقلب حزب الله، وكل ما فيها هو القدرات السياسية والتعبوية والدينية والتنشئة إلى آخره، وحتى المقدرات المالية والمادية وكذلك التقنية. الضاحية الجنوبية هي كل شيء عند حزب الله، وهو أنا قلت لك منذ بحلقة سابقة أن إسرائيل تطبق الآن عملية النخاع الشوكي، بعض الجيوش يسموها عملية العمود الفقري، يعني أضرب مركز الحركة كي لشل الحركة وفصل الرأس عن سائر الأطراف. عمليات الاغتيال الممنهجة من الدرجة الثالثة صعودا إلى الثانية إلى الثالثة، يعني الميدانيين، القادة الميدانيين، القادة في القيادة والسيطرة، ثم القادة في الحلقة الأولى صنع القرار، ثم الرعيل الأول والأعلى رأس هذا القرار المرحوم نصر الله. كل هذه البنية التنظيمية والمنظومة القيادية لحزب الله أول خطوة لجأت إسرائيل إلى فكفكة إذا جاز التعبير هذا الجهاد، وانصرفت إلى النشاط الثاني، ولديها قاعدة استخبارية ولديها بنك أهداف معد مسبقا ومنذ سنوات مكامن الصواريخ والمستودعات والذخائر، وأكثر من ذلك مفارق الطرق ومفارق الأنفاق وأمكنة الأنفاق، يعني شبكة عنكبوتية في لبنان. طيب. لا شك أن حزب الله منذ 2006 طورها وضعفها. لماذا التركيز في الضاحية الجنوبية؟ طيب.